ممر للباحثين عن العلاج والصحة، تختلف أقسامه باختلاف الأمراض. هنا قسم مخصص للتوعية بمرض سرطان الدم، ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي، يشارك فيه أطباء ومتخصصون ومتعافون يتجاذبون أطراف السلامة. بشائر محاربة منتصرة أصيبت باللوكيميا سرطان الدم ثم شفيت منه وعاد مرة أخرى قبل عام، أتت ليوم التوعية لتفيد وتستفيد. سويت الخزعة والحمد لله، يعني تشخصت بالمرض تقريبا قبل 6 سنوات. استمريت على كورسات العلاج والحمد لله كان في استجابة وكذا، وتشافيت نهائيا الحمد لله. وبس انه قبل سنة يعني من الله علي مرة ثانية ورجع جاني المرض مرة ثانية الحمد لله. بديت كورسات العلاج خلصتها وقرروا لي زراعة نخاع للخلايا الجذعية. جيت هنا على المستشفى، مستشفى الملك فيصل بالرياض، الحمد لله أجريت العملية، تكللت بالنجاح اللهم لك الحمد. تقريبا أنا لي الحين 6 أشهر وأنا زارعة الحمد لله. يوم التوعية بسرطان الدم يقوم الأطباء المشاركون بتقديم محاضرات وندوات تعريفية لإبراز ما توصل إليه الطب في مجال سرطان الدم، وعرض إحصائيات ونسب العلاج في حال اكتشاف المرض مبكرا. الإحصائية الصادرة من المجلس الصحي السعودي عن آخر تقرير هو 2015 بين أن عدد المرضى الذي أصيبوا بسرطان جديد كان حوالي 16,000، 12,000 كانت لمرضى سعوديين والباقي كان المرضى غير سعوديين. حقيقة أنا أنصح جميع الأحبة من المرضى بعدم الإصغاء إلى أي نصيحة من غير الفريق الطبي. لقد عانيت من هذه النصائح الأمرين، فكثير منهم نصحني بشير بالشيح، نصحني بشير بالصبار، نصحني بشير الشري، بكثير من العصيرات، بكثير من الخلطات، وجدت معاناة لا يعلمها إلا الله. لكن يقولون الغريق يتعلق بالقشرة، فكنت أتعلق بأي حاجة، أي واحد يجي يقول لي، مع العلم أني سائر من أحسن إلى أحسن تحت علاج الأطباء. التوعية ضرورة، وتطبيق النصائح من أهم مخرجات هذا اليوم، وتبقى النصيحة الأهم، لا تستمع سوى للفريق الطبي، ولو كان في الأدوية الشعبية الشفاء لما كان في المستشفيات مراجعون. محمد العتيبي، الإخبارية.